نرحب بكم وندعوكم للاشتراك في قناة المستفيدون، ولا تنسوا الضغط على لايك أسفل الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم إخوتي وأخواتي في قناتكم المستفيدون. سعيد جدا اليوم أن أقدم لكم المعجزة الربانية والتي يعني هي من الله عز وجل، والكثير منا لا يعلم عن هذه الثمار. اليوم موضوعنا إن شاء الله سنتكلم عن سبع ثمرات تناولوها وستصنع لكم الكثير الكثير من المعجزات التي ستذهلكم بإذن الله تعالى. هذه الثمار يعني للأسف البعض منا يجهلها والبعض يدرك طبيعتها ويدرك فوائدها. اليوم إن شاء الله سنتطرق وسنتكلم في فوائدها وما هي المشاكل التي تقوم بهذه الثمار بعلاجها. هذه إخوتي الثمار رائعة جدا. أنا اليوم أحببت أن أقدم هذه الوصفة، أو بالأحرى ليست وصفة، هي ثمرة طبيعية 100% لكم ولعلاج مشاكلكم ولحل العديد من المشاكل. ونحن عفوا في رمضان وكل عام وأنتم بخير. أردت أن أشرح لكم فوائد هذه الثمار في رمضان. هذه الثمار مهمة جدا إخوتي وأخواتي في رمضان، كونها يعني توفر لنا وتقي من العطش والجوع، وأيضا علاج لبعض المشاكل التي سنتكلم فيها إن شاء الله. بداية هذه الثمار حث عليها الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: من تصبح بسبع ثمرات عجوة لا يصيبه في هذا اليوم سم ولا سحر. وقال أيضا: بيت ليس فيه تمر ضياع أهله. هذه يعني هذا الحديثين للرسول صلى الله عليه وسلم، فإن دل فإنها تدل هذه الأحاديث الشريفة عن أهمية تناول التمر وفوائده الكثيرة لجسم الإنسان. فالتمر أو البلح أو الرطب هي ثمرة أشجار النخيل، وهو أحد الثمار الشهيرة بقيمتها الغذائية الكبيرة جدا، وهي ثمار منتشرة في الوطن العربي عندنا في السعودية وفي فلسطين وفي مصر وفي أيضا جميع الدول العربية والمغرب العربي. سنتعرف على القيمة الغذائية لهذه الثمرة الرائعة بمكوناتها. أولا، تحتوي هذه على السكريات بنسبة تصل إلى حوالي 80% من وزنها، مثل الجلوكوز والسكروز والفركتوز. وأيضا يحتوي على الأحماض الأمينية والبروتينات كفيتامين A وفيتامين B1 و2 و3 و5، وهي محتاجين يعني بجسمنا يحتاج هذه الفيتامينات بشكل مهم وبشكل أساسي. وأيضا تحتوي على المعادن الأساسية للجسم كالمغنيسيوم والحديد والكالسيوم والفسفور والكبريت والبوتاسيوم والنحاس. هذه طبعا المعادن الطبيعية المهمة جدا للجسم، سنتكلم في فوائد هذه كل هذه من المعادن بعد قليل. وأيضا يحتوي هذه الثمار على ألياف طبعا الذاتية من الماء، ويحتوي على مضادات الأكسدة. سنتطرق الآن إلى فوائد هذا التمر وهذه الثمار للإنسان أو حتى للصائم. نحن بما أننا في شهر رمضان سنتكلم في فوائدها لرمضان، وسنتكلم في تناوله 7 حبات من هذه الثمار في السحور. هي رائعة جدا ستدهشكم إن شاء الله. أول هذه الفوائد: يمد الجسم بالطاقة أثناء فترة الصيام، لأنه غني بالمركبات السكرية مثل الجلوكوز والسكروز والفركتوز. وأيضا تحتوي على عنصر البوتاسيوم الضروري للجسم ليستطيع تحويل السكر إلى الطاقة. يعني هذه الثمار بتمدنا بالطاقة بشكل رهيب جدا ورائع. وأيضا يحتوي على نسبة عالية من الألياف، فيساعد الأمعاء على العمل ويمنع الإمساك. الكثير من عنا من يعني من ساعات الصيام الطويلة يتعرضوا لربما للإمساك لعدم تناول وجبات يعني، فهذه الثمار رائعة جدا لكونه يحتوي على الألياف التي تمنع عملية الإمساك في المعدة. وأيضا غني بكل من عنصر الحديد وفيتامين سي، فبذلك يعد طعاما مغذيا لمن يعانون من فقر الدم. وكما تعلمون إخوتي وأخواتي أن الحديد
يعمل على إنتاج الهيموجلوبين. الهيموجلوبين هو البنية الأساسية لكرة الدم، يعني اللي عنده فقر دم ياكل من هذه الثمار، لأنه حينشط عنده إنتاج الهيموجلوبين اللي بالتالي بيرفع الدم. وفيتامين سي بيساعد على امتصاص الحديد، فيتامين سي بيساعد على امتصاص الحديد. أيضا من أهم فوائد هذه الثمار يخفف من التهاب المفاصل، وبالتالي بيعالج آلام هذه المفاصل ويقوي العظام بفضل احتوائه على البوتاسيوم والمغنيسيوم. وبتعلموا أنه البوتاسيوم والمغنيسيوم إخوتي وأخواتي مهم جدا للعظام وللمفاصل. مفيد جدا أيضا هذه الثمار للمرأة، نعم للمرأة مفيدة جدا، يسهل عملية الولادة ويخفف نزيفة بعد الولادة، وأيضا يساعد في إدرار الحليب بفضل تحفيز هرمون البرولاكتين. هرمون البرولاكتين إخواتي هو المسؤول عن عملية اللي هو إدرار الحليب في صدر وفي ثدي السيدة. وبالمناسبة بأذكر أنا هنا القصة اللي كلكم تعرفوها عن سيدنا مريم، التي يعني أمر الله بأن تهزي إليك بجذع النخل يساقط عليك رطبا جنيا. فهذا أيضا شاهد ودليل على فوائد هذه الثمار الرائعة جدا. أيضا يحتوي هذه الثمار ويعمل على تنظيم ضربات القلب لاحتوائه على البوتاسيوم والصوديوم الذي يحارب تراكم الدهون في الأوعية الدموية. إخوتي وأخواتي، أنا أنصحكم ومني أنا شخصيا لمن يعاني من دهون وكوليسترول في الأوعية الدموية، ويعني هو عنده ضغط وعرضة لأن يصاب بجلطات، عليه بتناول الثمار، هذه الثمار ثمار البلح، 7 ثمرات يوميا بإذن الله. بعد فترة ستزيل هذه الكوليسترول وينخفض الكوليسترول والدهون المتراكمة في الأوعية الدموية. هذه هي علاج لكم، هذه بخلقة ربانية، الإنسان لم يصنع شيء منها، فتناولوها. أيضا من ضمن الفوائد يخلص الجسم من السموم ويساعد الكبد على عمله، وأيضا يعالج آلام الرأس والصداع. وأيضا من ضمن فوائده يعزز عمل الجهاز العصبي لاحتوائه على فيتامين بي. بنعلم إحنا إنه أي مشكلة عصبية بنحتاج إنه نغطيها بفيتامين بي، بي كومبلكس معروف عندنا بالمجال الطبي، وهذه المكونات الطبية هي موجودة بطبيعة الحال في هذه الثمر. لمن أراد أكل هذه الثمار هي تعزز الجهاز العصبي. وأيضا كما ذكرت لكم أنه مضادات للأكسدة، يعمل على تحفيز ومضادات الأكسدة والجسم المناعي، وأيضا ينشط الكلى والتخلص من التهابات البولية وإضرار البول ويقضي على الحصوات، فهو يعني أيضا محفز للكلى. كما سمعتم إخوتي وأخواتي، هذه العديد من هذه الفوائد طبعا ثمار وثمرة طبعا هذه الثمرة الرائعة جدا. أنصحكم إخوتي وأخواتي بتناول هذه الثمار، 7 ثمرات يوميا في الصباح، أو إذا كنا في رمضان كمثل هذه الأيام أن تأكلوها على السحور، لأنها ستقضي على العطش، ستقضي على الجوع، وستمنحكم فوائد وعلاج لجميع الأمراض والمشاكل التي تشاهدونها والتي ذكرتها لكم، فهي رائعة جدا. والحمد لله على هذه النعمة التي أنعم الله علينا بها وكفى بها من نعمة. نهاية أتمنى أن تكون هذه يعني هذا الموضوع قد نال إعجابكم واستفدتم. وإخوتي لا تجعلوها تقف عندكم، شاركوها لجميع إخوانكم وأخواتكم عبر شبكات التواصل الاجتماعي كي تعم الفائدة لهم ويستفيدوا منكم، ويدعو لكم على هذه المشاركة، فيه أجر لنا ولكم إن شاء الله. طبعا كما ذكرت لكم مشاركتها، وأن تضغطوا على لايك لمزيد من التشجيع أسفل الفيديو. وإذا كنت أول مرة تشاهد هذا الفيديو لا تبخلوا علينا بالاشتراك في القناة لمزيد من التشجيع، وتعليقاتكم أيضا هي يعني تحفزني لمزيد من طبعا الوصفات والشروحات لكم. كان معكم الحكيم عمر من قناتكم المستفيدون، والسلام عليكم.